زينب، الأيام بتركض وسرعة إيقاع حياتنا اليومية، كثرة الضغوط، تعدد الالتزامات منا الكثير بتاخذ منا كثير من الوقت يلي ممكن نحن نعطيه لنا لعائلاتنا. اليوم مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا يلي غير كل المعايير وقلب حياتنا رأسا على عقب، يعني مثل ما زينب ذكرنا انه غير كثير بحياتنا. اكيد تفاصيل حياتنا اليوميه صار عندنا مساحه كثير كبيره لنعيد ترتيب اوراقنا، تفاصيل حياتنا، صحيح. حتى علاقتنا وتعاملنا مع الاشخاص وحسب اهتماماتنا مع ما بنحب. طبعا رح نحكي عن كل هالتفاصيل مع ضيفنا اسامه ساطع، استشاري تنميه بشريه وتطوير سلوكيات. يسعد صباحك، صباح الصحه والعافيه. صباح النور، صباح الصحه والعافيه. اهلا وسهلا. صباحك استاذ وسام. يعني مثل ما ذكرنا انه الحياه عم تركض، عم تمشي بشكل سريع، يعني كنا باول هالسنه ان شاء الله بنخلص منها كلها، وهلا نحن صرنا بال يعني خلينا نقول بالربع الاول منها. مع هالشيء يلي صار بالعالم واجا الوباء، يعني صار طريقه حياتنا اليوميه اختلفت، وخاصه انه في عالم كانت متعوده انه هي تشتغل 24 ساعه او 12 ساعه او 7 ساعات، هلا صارت تقعد بالبيت. يعني كيف فينا نتعامل مع هذا الوضع بشكل مريح نفسيا؟ يعني قبل كل شيء خلينا نقدم هيك جرعه ايجابيه. أكيد. صباحيه للمشاهدين. تفضل. انا بتمنى ان شاء الله الصحه والعافيه للجميع، وهالازمه ان شاء الله يعني مره بسرعه باذن الله. الغايه طبعا مو دائما نحن ننظر للمحن على انها هي محن، كثير احيانا المحنه مفترض انه ننظر الى جانب ايجابي. الجانب الايجابي هو اللي بنسميه نحن المحنه بيطلع منها منحه، يعني من رحم، دائما من رحم المحن تنتج المنح. شو هي المنح؟ المنح اللي بدنا نفكر فيها انه مثل ما حضرتك قلتي، هلا انا ما حقول انه لا ان شاء الله بقى بتخلص هالسنه على خير وكذا، يعني خلينا دائما ان شاء الله بتخلص. عم اقول ايه ان شاء الله بتخلص على خير، وانا عم اقول انه بتخلص على خير وبتمر وبتحمل معها ان شاء الله القادم بيكون الاجمل. لكن انا بدي ركز على الجانب الايجابي. الجانب الايجابي المهم انه يمكن ما كان يتسنى لكثير اشخاص منا انهم يعدوا مع انفسهم، حتى يعني ياخذ هيك مثل ما بيقولوا بريك ويقعد مع نفسه ويراجع افكاره. صحيح. يراجع خططه بالحياه، يشوف شو عمل، شو قدم، يا هل ترى قديش هو عنصر نافع للمجتمع، قديش هو عنصر نافع لاسرته لغيره. اضافه لهيك طبعا استغلال الوقت واستثماره بالطريقه الصحيحه. يعني هذا الاستثمار بينقسم لقسمين، قسم انه يقعد الانسان مع نفسه ليراجع خططه، يقوم سلوكياته، لانه كثير نحن دائما مشهورين بمجتمعنا بانه دائما بنقول فلان وفلانه، يعني دائما نرمي اللوم على الاخرين بانه هن مثلا مالي مرتاح مع فلان، مالي مرتاح بوظيفتي، مالي مرتاح بشغلي، مديري كذا، زوجتي كذا، زوجي كذا. يعني دائما في عنا اصابع الاتهام تشير الى الاخرين، مع العلم انه يمكن تكون نحن سلوكياتنا هي الخاطئه. لذلك علينا معلش انه نقعد مع انفسنا شوي ونشوف يا هل ترى الى اي حد نحن فعلا ناجحين بحياتنا وباداره حياتنا. هلا القعده بالبيت يمكن بتساعدنا على هذا الشيء، اما ما نقعد بالبيت نتحول الى مراقبين على سلوكيات الاخرين، وبس فقط نحن عم نعطي اوردرز وانستراكشنز وتعليمات والى اخره. يعني حلو كثير الانسان انه كمان يشوف بعينه ويحاول انه اذا بده يغير او بده يقوي او سلوك موجود من السلوكيات الخاطئه، لانه هلا هي فرصه انه عم نكتشف كثير فيها سلوكيات مثلا خاطئه من خلال قعدتنا بالبيت. لكن هي النظره بدنا نحاول انه نلاقي الى اليه كيف يتدخل الانسان لحتى يحول السلوك الخاطئ الى سلوك صحيح. فهي من النقاط كثير المهمه اللي نحن لازم نشير لها. نعم، يعني عم نحكي هلا عن الخطوط العامه بس ما دخلنا لسه بالتفاصيل. صحيح. كل عائلة سورية يمكن في عندها أولاد، عندها مثلا متطلبات، عندها ضغوط حياتية، طبعاً. ضغوط اقتصادية، طبعاً. هذا الشيء كله عم يلعب على عم بيأثر ويضغط على الحالة النفسية للعائلة السورية. لكن خلينا مثل ما قلت ننظر للجانب الإيجابي، كيف في العائلة تقضي وقتها وتستثمره بشكل صحيح، خاصة أنه ممكن يطول يعني مدة الحظر المنزلي أو الحجر المنزلي خلينا نقول. يعني قبل كل شيء خلينا نقول انه كيف بدنا نحن نرجع نتاقلم مع هالظرف الجديد انفرض علينا. يعني هذا الظرف يعني جاي رمضان هلا بالضبط، يعني هذا الظرف انفرض علينا كثير اشخاص ما كانوا متواجدين بالبيت. يعني مثلا من الاسر كان الاطفال او الاولاد او الزوجه مثلا تفتح عيونها ما تلاقي زوجها موجود، انه راح على شغله ما بيرجع للمساء، هلا صارت عم تشوفه موجود قدامها
تقريبا حوالي 24 ساعه. طيب هي النقطه يا ترى ميزه ولا يعني ايجابيه ولا سلبيه؟ نحن فينا نقول انه ايجابيه اذا قدرنا انه نقرب من بعضنا، وجهات نظر بعضنا، ان مثل ما قلت قبل شوي انا انه نشوف السلوكيات ما هي انا اخطاء ودائما نخانق مشانها ونلوم الاخرين ونوجه التوبيخ وانه ما بصير تعملوا هيك وبصير تعملوا هيك، لانه هي حتتحول انه عم نخفض حالات الكورونا بينما عم تزيد حالات الشقاق والطلاق، يعني ممكن يؤدي هذا الشيء. لذلك كثير بدنا ننتبه بهالفتره هي انه نعيد تقييم خطواتنا من اول وجديد. هلا لا شك الضغوط النفسيه موجوده، خاصه الضغوط اللي حضرتك ذكرتيها انه اقتصاديه، هي ممكن تساعدنا شوي ايضا على انه نفكر بطريقه او باخرى كيفيه انه الواحد يدير الموارد تبعه، يعني منها من اهم طبعا مورد الوقت ومورد المادي. هلا المورد المادي نحن في ضغوط كثير ماديه علينا صارت نتيجه انه زادت اعباء والنفقات نتيجه طبعا هذه الحاله، يعني من شراء المعقمات، من شراء المنظفات، يعني حتى من احتكار التجار يعني حتى من طبعا حتى في يعني للاسف الشديد في شريحه ما منعمم نحن، لكن في شريحه استفادت من هالازمه وبدها بس انه تغنى وتربح من وراء. هلا هذا سلوك كثير شائن وكثير سلوك خطير، يعني لا يكفي فقط انه الحكومه هي او الدوله هي اللي تحاربه تماما. هناك ايضا مهمه تقع على عاتقنا نحن كافراد بالمجتمع على انه نقاطع او نخبر عن هؤلاء او هالشريحه هذول اللي عم يحاولوا انه يتاجروا بقوت الناس. صحيح. لذلك كثير من المهم انه يعني حلو الانسان يصير ايجابي، حلو انه يفكر بطريقه ايجابيه، وانا هذا اللي انا بدي اتوجه له للجمهور. يعني اليوم عم اشوف انا مثلا اشخاص انه عم يمضوا وقتهم بطريقه كثير غريبه، صار انه بيسهر طول الليل بينام طول النهار. طيب هلا هل الكورونا ستؤدي الى ظهور ازمات سلوكيه جديده بعد انتهائها؟ الجواب نعم، اذا استمرينا على بعض هالسلوكيات السلبيه والسيئه اكيد حنلاقي نحن جيل حيستهتر اكثر بالوقت. يعني صار النهار ليل والليل نهار، وبالتالي اختلفت كل اليه الحياه وروتين العمل. يعني حيروح على شغله هو بالزور جارح حاله على الشغل لأنه أخذ جرعة كافية من الكسل واعتاد أو عود نفسه وعود خليني أقول نمط التفكير تبعه باللاوعي على أنه يسلك سلوكيات جديدة. هاي السلوكيات بدنا نحاول ننتبه لها كثير، هاي بدنا نحاربها حقيقة بهالفترة، بدنا نحاول أنه لا نجدد نفسيتنا، بدنا نحاول دائما نفكر بطريقة إيجابية، بدنا نحاول نقول أنه شو لازم نعمل خلال النهار اللي نحن محجورين فيه بالبيت. أول شيء طبعا ممكن أنا بوجه بعض النصائح، مو كل الناس طبعا بتحب القراءة، لكن في ناس بتحب المشاهدة يعني الرؤية، ممكن يختار بعض الأفلام إذا كانت الكهرباء متوفرة، يختار بعض الأفلام اللي تابع فيها أفلام ذات قيمة ما كانت تسنى له الوقت الواحد أن يشوفها، أو كتاب إذا اللي بيحب القراءة كتير هي فرصة كتير مهمة إنه يقرأ، وبالتالي كمان هو بيبعد عن احتكاك مباشر مع أهل بيته، يعني ما بيعود في مشكلات على مراقبة وعلى دخول إلى المطبخ وعلى خروج مثلا من غرفة إلى غرفة. لذلك هاي الوجود مع الكتاب أنا برأيي يعني وجهة نظري هو أجمل صديق على الإطلاق، هو اللي حيغنينا، هو اللي حيفتح لنا مداركنا أكثر، حيعطينا معرفة أحسن ما نعود ندخل بإشكالات في غنى عنها. يعني صحيح، يمكن اسلوب تنظيم الحياه هو مهم جدا، هو كثير مهم إدارة. الفتره مثل ما حكيت حضرتك انه لا نحن ننام باوقاتنا الطبيعيه مثل ما كنا نروح على الشغل. صح. نصحى ممكن بكير بدل ما نروح على الشغل نعمل شيء ثاني بالبيت، نحرك حالنا، في عالم تعمل رياضه تماما يعني. في عالم تعمل رياضه كمان. خلينا نحكي عن الانسان يعني اللي شوي مثلا كان يعاني بالشغل من ضغوط نفسيه، قد ايه هي الفتره ممكن يعملها ريلاكس؟ يعني نحن مثل ما قلت ناخذها بالمنحى الايجابي للموضوع، قد ايه كمان فيه يتعرف على عائلته اكثر. في كثير ابهات يعني انا بعرف كثير اشخاص دائما بيقولوا انه يا ريت بس عنا وقت كافي نقعد شوي بالبيت. هلا قعدوا كثير. طيب قعدوا شو عملتوا؟ يعني حاولوا انه اذا انت قاعد بالبيت ولسه مو معروف لايمتى، طيب نظم وقتك وحاول انك تتاقلم وتتكيف مع هذا الظرف الجديد. هلا هالتكيف هذا يعني حتى انا اتكيف بدي احط خطه لحتى ما تكون طبعا هالايام عم تمر بروتين، لانه هذا بالاخير حيؤدي الى مرض اكتئاب. يعني اذا انا كل يوم مثلا فقت او نمت مثلا متاخر، فقت متاخر بالنهار، ما في شيء عندي اعمله، حاضطر اني افكر باشياء مثلا غريبه منها ممكن ينتج عنها المشاكل، التدخلات الى اخره. لذلك اذا نظمت وقتي واخترت اهداف معينه، طبعا كل واحد او كل اسره ضمن امكانياتها،
يعني احنا مشان ما نكون عم ننظر ونعطي للعالم اشياء فوق طاقتهم. هلا اليوم ست البيت بطبيعتها من قبل الازمه وهي مشغوله باحتياجات البيت واحتياجات الاسره ومسؤوليات، هلا زاد عليها الضغط. لذلك عن جد انا بوجه دعوه للرجال بشكل عام انه عليكم رفقا فعلا بالنساء، والله انه اللي عم يتحملوه النساء والسيدات في هذه الفتره لا يتحمله اي شخص. يعني لو ان احنا حاولنا انه نغير المهام، خلي الرجل هو يقوم بهذه المهام، يعني وما عم يطلع برات البيت، لسه الرجل عم يقدر يطلع ويتحرك. يعني في ستات بالاساس هن ربات بيوت، ما عندهم اشغال، ما عندهم وظائف، ما عندهم اعمال، لذلك ما بيطلعوا. فهالضغط الشديد، وجود الاولاد، وجود الزوج بحد ذاته، خاصه اذا زوج متطلب، وهي من الشخصيات اللي كثير موجوده بالمجتمعات، او بيتدخل بالطبخ او او اذا تاخرت عليه شوي بتلاقي تحول البيت الى صريخ وقال. وقلنا هي الامور بدنا نحاول نحن، هي طبعا دعوه لكل الرجال انه قدر الامكان غضوا بصر شوي، حاولوا ما تتدخلوا لانه هي شؤون الزوجه، وحاولوا انه تلجأوا الى اسلوب كثير خليني اقول لطيف وحضاري بتقويم سلوكيات عم تشوفها من اولادك او من زوجتك او من الاخرين. لذلك هي الامور حتمشي الامور ان شاء الله على خير كلياتها. اما اذا كان بدي اوجه يعني كمان نصيحه مهمه جدا، انه نحن اليوم بهالفتره هي اذا تم استغلالها، اذا تم استغلال استغلال جيد، رح ينتج عنا فعلا ممكن نقول جيل واعي، لانه اول مره يمكن كلياتنا منصادف هيك ازمه. فهي الازمه طيب شو نحن مخلفاتها؟ اذا مخلفاتها بدها تكون الكسل، مخلفاتها بدها تكون الخمول، عدم الانتاجيه. يعني اليوم انا بعرف كثير اشخاص عم يحاولوا يقدموا مبادرات حتى اونلاين، وعم يشتغلوا وعم يتواصلوا مع شركات وعم يقدموا، سواء كانت يعني دعم معنوي او دعم مادي او طيب يلهي حاله الانسان بهيك اشياء. صح. وكثير نحن من الاسر قادره على انه تقدم شيء. يعني اليوم ما في اسره او ما في شخص بمجتمع يستطيع ان يقول انه انا ما عندي شيء اقدمه. اليوم بامكان كل واحد فينا يقدم ابسط الاحوال الى جاره اللي بيعرفه انه هو مريض او غير قادر يجيب غرض، او مثلا امراه عجوز تسكن في هذه البناء، في هذا البناء ممكن انت تامني لها احتياجاتها واغراضها الشخصيه ممكن. هذا طبعا حيعطينا كثير سعاده وحيعطينا كثير تفاؤليه، لانه هو عطاء بالاخير. صحيح. اكيد، والعطاء دائما يدفع البلاء، والعطاء هو بيرفع البلاء. نعم. خلينا نحكي هيك عن المشاكل عم تلاحظها من خلال الحجر المنزلي او اللي عم توصل لك يمكن، ومن بين بعض النصائح حتى نصحح هاي يمكن الاساليب او السلوكيات اللي نتجت عن يمكن الملل، الخمول او الضغط النفسي مثل ما حكينا. نحن قبل كل شيء بدنا نفكر انه نرفع نسبه الوعي عنا. يعني اليوم وقت باشرنا بإجراءات وقائية وتدابير وقائية عن طريق طبعا وزارة الصحة وعن طريق الحكومة بشكل عام، دائما إعلانات وجهت للجمهور بأنه خليكم بالبيت، خليكم بالبيت مو معناتها نحن خلينا بالبيت غير فعالين، خلينا بالبيت فعالين، نفكر بأشياء إيجابية، بمشاريع لتنمية المجتمع، بدعم كل واحد أسرته، العائلة الأكبر. كل ما طبعا توسعت الدائرة، كل ما إنسان بيعرف طبعا شو عنده وشو له علاقات. نعم. بالمجتمع. لكن في نقطة كتير مهمة أنا وصلتني حقيقة من السلوكيات السلبية واللي صارت سائدة جدا بهذا المجتمع، وأنا خايف أنه تستشري بعد فترة، وهي حقيقة نوع من التبادل على وسائل التواصل الاجتماعي الإشاعات، تأليف الإشاعات. صحيح، هذا كثير مهم. وصار يعني عفوا عم بسأل أنا شخص، قلت له شو عم تشتغل؟ قال لي عم استيراد وتصدير. قلت له شو يعني عم تستورد؟ هلا في استيراد وتصدير؟ قال لي عم استورد بوستات ودغري بعمل لهم فورورد، يعني برجع بيصدرهم. قلت له طيب بدون ما تتيقن، بدون ما عم نمزح مع بعضنا يعني. وهذا إنسان مفروض يعني يكون على مستوى من الوعي والثقافة. طيب حلو كتير اليوم انه نحن نتاكد من مو اي بوست بيجينا ومو اي خبر بيتم تناقله نحن نساهم بانه ننقله للاخرين، لانه وقت عم نعمل هالحركه هي او عم نعمل هالسلوك هذا، عم نزرع الخوف، عم نزرع الهلع، عم نزرع افكار ما لها موجوده، ما لها سليمه. لذلك اول شيء انا بنصح فيه انه لا تهتموا بالبوستات اللي بتجي بدون مصادر موثوقه. واليوم المواقع والمصادر الموثوقه معروفه، يعني موقع مثلا مجلس الوزراء، موقع الرئاسه، موقع وزاره الداخليه، وزاره الداخليه، وزاره الاعلام، وزاره التعليم العالي الى اخره. كل هالمصادر هي موثوقه، طالما هي موثوقه فبنقدر نحن انه نبلغ او نتناقلها.
لكن صحيح. اللي عم يتم هو للأسف الشديد نشر أكبر كم ممكن من المعلومات اللي غير مزبوطة دون التدقيق فيها. يعني في ناس حتى ما بتحق تقرأ البوست دغري بتروح تعمل له فورورد. شو الغاية منها؟ ما بعرف، إنه هو سارع بنقل خبر ويمكن يكون هذا الخبر كتير سيء وكارثي. الشيء الثاني اللي لاحظته أنا من السلوكيات أيضا اللي حكينا عنه الكسل، الخمول، عدم وجود خطة، عدم وجود أشياء نافعة خاصة بالنسبة للشباب. يعني اليوم بتسأليهم أنه طيب يعني على مبدأ الجامعة مسكرة والناس مرتاحة، المدرسة مسكرة أو الجامعة مسكرة، بس ما في اهتمام بإني أنا أطور مثلا حد أدنى طور اللغة تبعك. اليوم أونلاين فيك تعمل أشياء كتير 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 حلوة. أكيد. طيب هي فرصة، فلذلك يعني نحن خلينا نكسب هذه الفرص لنطور سلوكياتنا وبالأخير تنعكس إن شاء الله بشكل إيجابي. كلام جميل أستاذ أسامة. يعني اليوم إن شاء الله يا رب هيك الرسالة تكون وصلت لأكبر شريحة ممكنة متابعينا، وإن شاء الله يا رب فترة الحجر يكون فترة لمراجعة الذات. صحيح. لنقدر ننام على المخدة شوي ضميرنا مرتاح، ومنوجه رسالة كمان من هون عبر شاشة الإخبارية، ومنرجع منقول زينب دائما يطلعوا على الشاشة، معلش احضرونا لتقدروا تاخذوا الأخبار الرسمية الصح بعيدا عن الإشاعات. كل الشكر لك أستاذ أسامة ساطع لكم. يعني نورت صباحنا. شكرا لكم. الإعلام الحقيقة له دور كتير مهم بهالفترة وبكل فترة، لذلك أنا بقول دائما علينا أنه نحن طالما موجودين بالبيت نتابع الإعلام الصح والإعلام الصادق والإعلام الشفاف، وإن شاء الله هيك بنتمنى لولدنا ولوطننا كل آمين. الخير والصحة والعافية. أكيد. شكرا لك ولكل المعلومات والنصايح اللي أعطيتنا إياها، والصحة والعافية لك ولعائلتك. شكرا لكم. وإلكم إن شاء الله جميعا.